للحديث أكثر عن الأوضاع المعيشية في العراق والتي يرى المراقبون أنها ناتجة بالأساس عن الفساد بعد وصول معدلات الفساد إلى أعلى أشكالها في السنوات الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. سيد لبيد، بداية أهلا بك. باعتراف لجنة الصحة فإن نسبة العائلات التي أصبحت تحت خط الفقر وصلت نسبتها إلى 48%، ما هو السبب الرئيس لوصول الفقر في العراق إلى هذه النسبة على حد رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. السبب بكل وضوح وبشكل مباشر هو الفساد، الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة كما تفضلتم في تقريركم. وهذا هذه المعضلة لم تلقى أي حلا، أي جدية من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى حد الآن. لم تلقى أي حلول جذرية أو جدية من أجل معالجتها. لماذا؟ لأن الذين يقومون على العملية السياسية ابتداء من أعضاء البرلمان إلى مجلس الوزراء إلى الرئاسة ومجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء، جميع هؤلاء مستفيدون من عملية الفساد. وهناك مسألة مهمة، أن الفساد أصبح مدججا بالسلاح والميليشيات هي الحامي الأساسي لهذه المعضلة المتمثلة بالفساد. وإذا العملية تحتاج إلى جرعة وإلى عملية جراحية من أجل معالجتها. فإذن العراقيون سيزدادون فقرا، ونتوقع أن هذه النسبة التي تقترب من 50% تستمر في تصاعد ما لم تتم معالجة المشكلة بشكل جذري. نعم. سيد لبيد، هذا على المستوى الاقتصادي، ما هو الأثر الذي تركه الفساد على المستويين السياسي والاجتماعي بحسب اعتقادكم؟ على المستوى السياسي الحكومة فاسدة، يعني والأحزاب من الأساس فاسدة، لأن هذه الأحزاب بالحقيقة جاءت خلف الدبابة الأمريكية وهم ذيول للاحتلال، وهم بالأساس عملاء، ومنذ مطلع التسعينات أبدوا يعني بكل فضاحة أبدوا استعدادهم لأن يكونوا مطية للمحتلين، وهم الذين استعدوا قوات الاحتلال على الدخول إلى العراق أو على غزو العراق، وهم الذين شجعوها وهم الذين وقفوا معها وجاءوا كما ذكرنا خلف دباباتها، وهم الذين تعاملوا وتعاونوا معها. إذا ماذا نتوقع من هؤلاء؟ إذا هم فاسدون من الأساس، هذا الفساد ليس جديدا عليهم. هذا من الناحية، من الناحية الاجتماعية بالتأكيد كل حالة فقر تؤدي إلى تحلل اجتماعي وتؤدي إلى مسألة التدافع في ما بين طبقات الشعب والمواطنين. وللأسف هذا يؤدي إلى خسائر كبيرة ويؤدي إلى تراجع في عملية التعاون والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. نعم. سيد لبيد، بحسب اعتقادكم لماذا تخشى الأحزاب محاربة الفساد إلى جانب رؤساء الوزارات منذ الاحتلال الأمريكي وإلى اليوم؟ لماذا يكتفون فقط بالترويج لشعارات محاربة الفساد وعلى أرض الواقع لا نرى شيئا؟ نعم، لأن الأحزاب هي أكثر المستفيدين من حالة الفساد. كما ذكرنا الأموال تذهب إلى جيوب الأحزاب وتذهب إلى جيوب قادة الأحزاب وإلى الميليشيات، وهذه الأموال بالحقيقة هي من أموال الشعب، أموال المواطنين تذهب إلى جيوبهم. وقد كشف التقارير من قبل المسؤولين، يعترفون المسؤولون العراقيون، وعلي علاوي ذكر ذلك، ذكر بأن 450 مليار دولار ذهبت من المال العام ذهبت إلى جيوب الفاسدين، وهذا معنى أنه 25 مليار دولار بالسنة، كل سنة تذهب، أي بمعدل ملياري دولار في كل شهر تذهب إلى المال العام. وبالمناسبة اليوم يعني ذكر تقرير بأن عائدات البترول من لشهر حزيران هي مليارين، يعني تقريبا هذه المليارين ذاهبة إلى الفساد يعني. فالسؤال، فجوابا على سؤالك، الأحزاب تدافع عن الفساد لأنها هي المستفيد الأول من هذه الحالة. نعم. في سؤالي الأخير إليك أستاذ لبيد، إلى أي مدى يمكن ربط الفساد الذي نخر العراق، إلى أي مدى يمكن ربطه بموضوع المحاصصة؟ بالتأكيد المحاصصة الطائفية جاءت بقوة تربعت على الحكم في العراق على أساس طائفي،
وهي المستفيدة من الحالة الطائفية. يعني هذه القوى السياسية ليس لديها برنامج إصلاحي، لديها برنامج طائفي. كل هذه القوى بل لديها برنامج يقوم على الطائفية وعلى المحاصصة، وتدفع تدفع البلاد باتجاه التناحر الطائفي وإذكاء الطائفية. تذكروا بأن العراق مر بحرب أهلية وبحرب ذات هوية طائفية بأكثر من حالة احتراب طائفي في على المستوى الأهلي. لماذا؟ لأن هذه الأحزاب هي التي تدفع بهذا الاتجاه، وهذه الحروب الداخلية أحرقت الأخضر قبل اليابس، وكلفت ميزانية الدولة تريليونات من الدولارات كما نعلم. لذلك تعجز هذه الأحزاب عن القيام، بل هي لا تريد أن تقيم برنامجا إصلاحيا تنمويا يبني البلاد ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة رغم الموارد الهائلة التي يتميز بها العراق عن باقي الدول الشرق الأوسط. من مالمو كنت معنا عبر الهاتف عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.